اللي عرفني بطل من الابطال نسبه ريان. ان شاء الله ريان غيكون فعلا بطل. والابطال الحقيقيين هم هاد الناس هادو اللي قدام اللي قدام اللي تحت واللي قالوا بصوت واحد كلمه واحده يا ربي ريان. نعم من اشاره فقط حتى هاد الناس هادو الصوت اللي معنا هنا كانوا كيقولوا يا ربي يا ربي يا ربي. انا تحمل المسؤوليه لقاص الدري شي حاجه. انا المهم محاوله دارجي من قاصر باش ندير محاوله. اسمع لي باش نجيب ماشي مشكل. لا مفوده انا علاش بقى في حال 3 ايام احنا رحالنا بحال 3 ايام احنا 4 ايام انا شفت فيديوهات كنت غنجي نهار 3 في العشيه ولكن قلت انا اليوم غيجبدوا ساعتين غيجبدوا ثلاثه غيجبدوا شصاو نشوف تي في والو ما تجاوبونيش. انا دابا والله غنهبط غنجبدوا قدام هذا العالم اللي تيشوف انا شخدم في هادشي اخويا انا شخدم في البيار اي لعبه شخدم فيها باش ديجا تنخدم في هادشي وديجا شحال سميتو تنخدم انا في هاد الحفله هادي وانا خاطر غنجبد هاد الناس باش ما بغاو غنلقى الحل واخا تكون 10 وما لقاش من شغل انا غنلقى الحل. هذيك البلاصه راه جاو شي ربعه واخا يجيو ربعه انا شفت هادوك اللي جاو ما غاديش يجبدوا انا غادي نجبد قدام العالم دابا تيشوف انا غنجبد الدار. شوف راسك قادر انك انك انا شوف انا كنت تكون في كازا جاي من كازا سمح لي الخدمه ديالي كلشي جي تعود الدار جيب زيرو درهم جي اوتو ستوب باش تعرف ما يجي اوتو ستوب دابا الدراج اللي غديهم معايا غتخلوني ندير محاوله مع الدار. سمح دابا دابا الناس ديال الانقاذ راهم داخلين منك دابا شوف غنقول لك دقيقة واحدة عطيني نشوف بعيني دابا البير غنقول لك شنو لا نديرو فوق لا ما نبقاش فوضى انا شوف انا كنت عارفهم غيجبدوه بلا ما يعاديو والله من جي والله من جي انا عارفهم هذيك بوكلان غادي تعادي باش تعرف دابا اسمعني دابا حنايا المغاربة كلشي كيشوف هادشي كلشي مشى المغاربة العالم انا شناهو اللي بقى فيه حال على الجزائريين قالوا داك الفيديو لا ما عندهم ما يقول حتى واحد علاش انا داك الفيديو اللي بقى فيه حال هذا الشيء علاش جيت انا كاين الناس من الجزائر قالوا كاين الناس مزيانين عاونونا لا شوف هذا الشيء هذيك الدولة فاشلة انا ما بغيتش نسمع ماشي مشكل سامح لي دابا حنايا غنخليو السلطه تاخذ الانتقاد ديال اللي واخده دابا راه خدامه حتى لا فشلوا هما الساعه نديروا فين هو الصاد. شوف دابا انا قلت لك نخلي الخدمه ديالي خصني نرجع انا راه كلشي مخلي هاد الناس هادو الخدمه تاعهم والله يهديك دابا شنو هو دير معايا حل دابا غير صبر ونخلي لك النمره غنبقى هنايا صوني ليا من دوا معاهم صوني ليا غنهبط خذ النمره ديالهم باش ما نتيقوش الفوضى والله ما الناس دابا داخله لتحت والله ما باغي الفوضى انا جيت على باش نعتقد وغنخربقوهم وحنا ما عندنا لا والو 73 33 21 يلا سير عليك 33 21 انا عارف ان عندك روح وجيتي لا ماشي على عادي روح انا عارف ما عاد ما نديرو راه هادوك المسؤولين عندهم مسؤوليه راه هما كيتحملوا المسؤوليه ديالهم قالك اسيدي غنحفروا من تحت غنخليهم حتى نعجزوا هذيك الساعه نعطيوك دار مبادره ولا ياخذ شي واحد من وسط العمليه دابا بما انكم ما خليتوش الدري انه يدير محاوله في وسط خويا ماشي انا اللي ما خليتوش الدري يدير محاوله ولكن حنا مجتمع مدني حنا الهم ديالنا الوحيد ما تكونش الفوضى ويكون التاطير. هاد السيد عنده مقترح او لا هاد السيد عنده مقترح هذا شوف اسمعني بلاتي احسن بلاتي انا والله تنجب اضرب شويه شوف ما فيها بس ان السلطه تاخذ المقترحات ديال المجتمع المدني ولكن تسمعوني الخوت ما فيها بس ان السلطه تاخذ الاقتراحات ديال المجتمع المدني بدون فوضى لان اي فوضى راه غادي تزيد غير تعطل المجريات ديال الاحداث. ها الخوت الله يرضي عليكم حنا راه كنهضروا بمسؤوليه حنا راه ماشي كنهضروا به. نعم كاينه الحرقه هاد السيد جايب حرقه من الدار البيضاء اخوان كاملين تبارك الله راهم جايين بحرقه كاينه هنا بيناتنا الف واحد باغا تدخل في هذاك النافق وتضحي براسها ولكن راه المسؤولين واخذ المسؤوليه وحنا كنحملوا المسؤوليه يضحي براسو وتحملوا المسؤوليه ديالو هذا هو اللي كاين الناس قلالين بحال هذا اللي باغيين يهبطوا الحمد لله فهمتك انا بدي ما نقدرش نهور الحمد لله راه هذاك يقدر يهبط الحمد لله وهذاك اللي باغي يهبط راه خصو يهبط اصاحبي راه هو مضحي براسو ومسامح لكل شيء راه كاين شي واحد مغير اخويا اسمعني حنايا متبعين الاحداث شوف حنا معاه متبعين الاحداث كاينه مجريات كاينه خدمه دارت البارح تحفروا ان تحفرت الحفره بالموازات ديال الحفره الاخرى دابا كتم عمليه ديال الحفر العمودي غادي نخليهم يديروا الخدمه ديالهم باش ما تسماوش اننا حنا عرقلنا العمل الله يرضي عليكم حنا ماشي ضد هذا السيد هذا السيد عنده حرقه حتى لعجزوا هما
توفى صاحبي والدولة كاملة ما وصلوا. هذا الكلام اللي قلتيه قلتو أنا في الصباح الجميع. هذه 4 أيام صاروا ما كيخوفوش. نطلب الله سبحانه وتعالى أنه يعاون. اللي كان توفى دابا ماشي ديك الولد. هذاك الولد راه ولدنا احنا كاملين وولدات الخوت اللي جاو كاملين. دابا إلا جات الشتا وطاحت عليه الشتا أو طلع المبنى. أنا كنقول للناس كاملين اللي يعرفوني كنقول من الناس صاحبي الله يحفظك سيرنا. أنا كنقول لهم ما تجربش. فتحنا الطريق. فتحنا الطريق ونخرجوا الطريق.